اللي لازم اتكلم على موضوع مستشفى الناس. بالمناسبه يا جماعه صرح كبير جدا قائم على التبرعات فقط فقط وانا شرفت بان جالي الدعوه ان انا اروح يعني ازور المستشفى وان انا اقدر يعني بشكل او باخر اعرف الناس بالمستشفى يعني كدور دعائي يعني فاتشرفت جدا رحت انبهرت للامانه الشديده الكلام ده من شهرين او شهرين ونص رحت انبهرت اجهزه ايه وغرف ايه وامكانيات ايه وحاجات مبهرة ما كنتش متخيل وانا رايح ان انا هشوف الكلام ده ما كنتش متخيل وهي ليها علاقه بامراض القلب لل... بالنسبه للاطفال اللي بيتولدوا بعيب خلقي بالنسبه لكبار السن كمان مهتمين جدا بحاجه زي كده في عدد كبير جدا من ال... ال... يعني الغرف المخصصه بالنسبه ل يعني المرضى ففي حاجات كتير حلوه قوي قوي في مستشفى الناس دي امكانيات مبهره حتى الاكل مهتمين بيه ازاي يدخل اصلا المستشفى طريقه التعامل معاه نظافته كل حاجه حلوه والمستشفى دي يا جماعه انا مش بعمل دعايه طبعا ولا حاجه بس انا بتكلم بما ان ده ملف مهم جدا دلوقتي دائر ما بين جمهور الجماهير دي حاجه خيريه دي حاجه خيريه يعني الواحد يتشرف انه يعمل دعايه حاجه زي كده لما لما يعني لما جات لي الدعوه ورحت يعني فهي قائمه على التبرعات لكن للاسف الشديد نادي الزمالك كتب بيان يودي في داهيه كارثي يعني لو احمد سالم اللي كاتب البيان ده تبقى ساقطه اللي هو المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك تبقى ساقطه لان في البيان اتقال ايه من الاخر يعني ان مستشفى الناس تتبرع لنادي الزمالك بكذا كذا كذا انا هقول لكم حقيقه الامر ايه دلوقتي بالمناسبه ده قبل ما نادي الزمالك يوضح وبالمناسبه نادي الزمالك اتاخر شويه في ان يكون عنده اداره اعلام بمسؤول عنها دلوقتي الاستاذ عمرو خفاجي واحد من الشخصيات المحترمه الشاطره جدا هو اللي موجود بس ده ما بعد هذا البيان اوكي يعني هو مش مسؤول عن البيان اللي خرج ده، الله اعلم مين اللي كتبه، لكن اكبر دليل ان هو بيان كارثي ان نادي الزمالك نفسه عدله ووضح الامر بالنسبه للجمهور، وده اللي دفع كمان اداره مستشفى الناس ان هي تقول لك القصه ايه والحدوته ايه؟ واخد بالك؟ فبالتالي شيء سلبي جدا عند مجلس اداره نادي الزمالك ان هم اتاخروا في تعيين المتحدث او عفوا الاداره او اداره الاعلام في نادي الزمالك رغم ان في كوادر زملكاويه كتير جدا في الجانب الاعلامي يقدروا ان هم يمسكوا الجانب ده بالتحديد لكن مش مشكله يعني ده اللي حصل فالفهم الموضوع غلط فالناس قالت لك الله هي الناس بيروحوا يتبرعوا للمستشفى عشان المستشفى تتبرع لنادي الزمالك بقى نادي الزمالك يخلي طبيعي جدا بشكل كبير ناس كتير تفكر بالشكل ده لكن هو ده التصحيح بتاع نادي الزمالك خليني اقرا لحضراتكم قبل ما اقول لكم القصه فيها ايه قالك لك ورد بالبيان الصحفي الخاص بقرار بقرارات مجلس اداره النادي المنعقد يوم الخميس الموافق 11 1 2023 قرار .20. تم نشره بشكل غير دقيق اللي يلام مين اللي عمل اللي... او اللي صاغ البيان والخاص بانشاء النادي لمركز طبي لتاديه خدمات طبيه لاعضاء النادي والذي سيتكفل النادي بانشائه وتجهيزه صح كده يا جماعه وسيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمه الطبيه في اطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى كده ده امر مفهوم ومحترم جدا وكل هذه الاتفاقات تخضع لرقابه الجهات المعنيه لذا وجب التصحيح مفهوم جدا ان كان لازم نادي الزمالك صح؟ مفهوم جدا طيب هو ليه اللغط ده حصل بخلاف البيان الاولاني اولا يا جماعه مستشفى الناس دي هي من ضمن المؤسسات التي تتبع تتبع لي الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق تمام وده حاجه كويسه جدا حاجه يعني رائعه من الاستاذ ممدوح عباس يكون مهتم بحاجات زي كده فطبيعي يكون في بروتوكول تعاون وده التصحيح المهم جدا جدا القصه ماشيه ازاي عشان برضو الناس تفهم او خلي بالك في ناس تطلع بقى تزيد في الحاجات اللي زي دي تقعد تقول لك ايه ده الحق المستشفى بتساعد نادي الزمالك لا لا انتوا فاهمين غلط لان احنا سالنا كتير قوي قوي قوي, قوي لغايه لما وصلنا ان القصه عامله زي ما انا هقول لك كده بالظبط المستشفى هتعمل وحده علاجيه داخل نادي الزمالك للتوعيه بامراض القلب خاصه خاصه للرياضيين واخد بالك وحده او وحده علاجيه للتوعيه بامراض القلب خصوصا للرياضيين تمام ف ده الموضوع وما فيه لكن ان المستشفى تجيب فلوس او تدي فلوس لنادي الزمالك ده كلام غير منطقي بالمره وتم صيغته بشكل خاطئ وللاسف الشديد حتى المستشفى يعرضوا البيان بتاع المستشفى لما طلعوا ونزلوا بيان يعني تقريبا لمحوا ان ما كانش في اي تنسيق بينهم وبين نادي الزمالك بخصوص الصيغه بتاعت البيان ودي كانت حاجه سيئه جدا من نادي الزمالك للامانه الشديده يعني اخطا فيها نادي الزمالك وبتكلم بتكلم اللي اخطا مش مش كمجلس اداره بالتحديد على قد ما انه مسؤول المسؤول عن الاعلام في التوقيت ده في اللحظه دي انا ما اعرفش مين هو الامانه الشديده بس بعد كده بقى الاستاذ عمرو خفاجي يعني فكان لازم بيانات زي دي يتم مراجعتها